ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في منطقة الجوف حمولة من مواد تصنيع الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. محاولة فاشلة استخدمت خلالها طهران منفذا جديدا عبر الحدود اليمنية مع سلطنة عمان. وتضمنت الحمولة أجزاء جاهزة لتركيب الطائرات من دون طيار وأجهزة اتصالات لاسلكية تقدمها إيران للميليشيات. تتزامن هذه العملية مع مساعي تطبيق اتفاق ستوكهولم لفتح النوايا الحوثية المبيتة والأفعال الإيرانية المغرضة في الاستمرار بجر اليمن إلى كارثة. خلال الأشهر الماضية أحبطت الأجهزة الأمنية في الجوف العديد من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والذخائر التي كانت في طريقها إلى الحوثيين. وقبل أيام أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة من دون طيار كانت مجهزة لتنفيذ عمل إرهابي، وكذلك تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة صعدة. وفي منتصف الشهر الجاري دمرت طائرات التحالف العربي طائرة من دون طيار ومنصة الإطلاق في مطار صنعاء الدولي أثناء مرحلة الإعداد لإطلاقها. كما أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب. وأشار الجيش إلى أنه بعد فحص حطام الطائرة التي كانت محملة بالمتفجرات تبين أنها إيرانية الصنع. يمعن الحوثيون في خرق أي اتفاق يوقع برعاية الأمم المتحدة، وتمعن إيران في عرقلة أي مساع للحل السلمي في اليمن. أما الشرعية والتحالف العربي فيصران على مواجهة هذه المحاولات بالدبلوماسية حينا وبالمواجهة العسكرية حينما تستدعي الحاجة ذلك.